بعد نحو 13 شهرا من اندلاع الحرب وبعد دعم عسكري أوروبي وأمريكي لأوكرانيا طوال هذه الفترة، بدأت أوروبا تعاني نقصا في صناعة المتفجرات والذخائر التي تحتاجها كييف، وهو ما أكدته صحيفة فاينانشال تايمز حين نشرت مقالا يقول إن التأخير في إنتاج الأسلحة والذخائر سببه هو نقص مخزونات البارود والمتفجرات ومادة TNT. كما تشير الصحيفة إلى أن حرب أوكرانيا كشفت عن نقص مخزونات الأسلحة وعن ضعف القدرة الإنتاجية لدى الاتحاد الأوروبي، والتي انهارت بسبب عقود من نقص الاستثمار في الصناعات العسكرية. وتحاول أوروبا حالياً تلبية احتياجات كييف القتالية من خلال ضخ الأموال في قطاع الدفاع، مع التوسع في إنتاج المدفعية من عيار 155 ملي، في وقت باتت فيه عواصم أوروبية عديدة في حاجة ماسة للقذائف، سواء لإعادة تخزين الأسلحة الوطنية أو من أجل الحفاظ على الإمدادات لأوكرانيا. لكن مسؤولين عن الصناعات الدفاعية يؤكدون أن إمدادات الذخيرة غير مستقرة في جميع أنحاء العالم بسبب عدم وجود مصانع كثيرة تنتج TNT في أوروبا، مطالبين بالبحث عن بدائل لدى الهند ربما أو لدى كوريا الجنوبية، وموضحين أن تكلفة المواد المستخدمة في صناعة المتفجرات تضاعفت 3 مرات، ما أدى إلى ارتفاع في أسعار الذخائر وصلت نسبته إلى 20% عما كانت عليه قبل بداية حرب أوكرانيا بساعة واحدة.